مساء الخير على حضراتكم في كل مكان، متابعيني الكرام على اليوتيوب عالم السباكة أحمد ضيفي، ده اسم القناة، على الفيسبوك على البتش عندي عالم السباكة أحمد ضيفي، أحمد ضيفي عالم السباكة برضو نفس الاسم حضراتكم. تحياتي لحضراتكم أينما كنتم، إن شاء الله طاب وطاب مساءكم. إن شاء الله حابين إن احنا نفيدكم في الفيديوهات الصغيرة اللي احنا بنعرضها دي، ونقدم معلومة مفيدة لحضراتكم، وبنحاول إن احنا نقصر مدة الفيديوهات عشان ما يبقاش ضيف ثقيل على حضراتكم. النهاردة عندي خلاط مطبخه على رخامة، خلاط لطش. ايه الحاجات اللي احنا عاوزين نشوفها او نعرفها؟ هتعرفنا ايه يا عم احمد؟ هنعرفكم ايه مشكلة الوش بتاع الخلاط، ازاي يثبت وكده، ازاي السنتريك بتاع الخلاط ازاي احكمه واعرفه ايه السنتريك ده. هنعرف ايه الخلاط بقى، وازاي السامولة دي نحافظ عليها ما يحصلش فيها خطوش ويحصل فيها حاجة خشنة ممكن تتأذي الانسان. هنعرف الادوات المستخدمة، هنعرف الوش بتاع الخلاط ازاي يبقى طابع على السيراميك وما يبقاش حر الحركة، ازاي اخد مقاس الخلاط بتاعه واركب الخلاط مستريح. كل الحاجات دي هنعرفها بالتفصيل في الفيديو، وان شاء الله مش هنطول على حضراتكم، وبنكرر ان احنا بنوجه المعلومة للعميل او الانسان اللي هو بيتعامل في السباكة هاوي او لسه بيتعلم، لسه مدخلش مرحلة التشطيب، فعلى وعسى يمكن المعلومة دي ممكن تفيده، ممكن تكون صغيرة وتافهة بالنسبة لحضرتك انت عشان انت محترف، ولكن الصغير اللي لسه بادئ زي الطفل معلش اول ما بيجي يمشي بنجيب له دراجة كده، لو حتى لو كانت خشب او لعبة، على اساس ان هو يبتدي يتمرن عليها يمشي خطوة خطوة، الاول بيحبي بعدين بيوقف يوقع وهكذا لغاية ما يتدرج. فانت حضرتك خلاص انت عندك العلم وعندك الجرعة كاملة، في ناس لسه محتاجة ولسه بادئة، تمام؟ طبعا لان دي سنة الحياة، مفيش حد يوقف، فاحنا الناس اللي هي عارفة المعلومة ألف تحية لحضراتكم، ونتعلم من حضراتكم. لو في شيء غلط يا ريت توجهونا، ونكون شاكر لحضراتكم، كلنا بنكمل بعض، محدش خد العلم كامل. ليه بنقول كده؟ بنقول كده عشان رب يجيل يعني ونرتقي بمستوى المهنة، أفضل ما نبقى بنتفرج على بالنت على حاجات مثلا مش مفيدة. فالسباكة طبعا شيقة وممتعة، والكل بيحاول سواء فني أو صاحب البيت العميل بيحاول يحط إيده كده في بعض الحاجات، فإحنا حابين نعرفكم على حاجات. مثلا الأدوات المستخدمة حضراتكم، عندي مفتاح فرنساوي أملس أهو، عندي مفتاح بلدي 22، عندي مطرقة وعندي ايه برضو ازميل. الازميل والمطرقة ده اللي بحتاجه لو في عندي اسمنت زيادة هنا خارج السيراميك ولا كده من بقايا شغل السيراميك، انا بشيل الحاجة دي وبفك الطبة بتاعتي طبعا، وابتدي بقى ارش مية زي ما قلنا في الاول، وابتدي ان انا اخد مقاس العجلة بتاعتي، كنت انا فرت لها فيديو، اللي ما شافوش يرجع للقناة عندي او البتش هيشوف الشرح ده، وابتدي بقى انا اركب السنتريك بتاعي بعد ما انا كنت كتنته بالشعر والتفلون وعملت اللازم ليه بالنسبة له، وخدت مقاس السنتريك من النص للنص طبعا، الفردتين السخن والبارد هم نفس مقاس الخلاط حضرتك، الخلاط من الصامولة دي للصامولة التانية برضو بيبقى كده. ملاحظين حضراتكم انا هركب لوكت الخلاط ان شاء الله بايد واحدة اهي، واليد التانية ماسكة التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. مع الصلاجة معلش، بس ان شاء الله هتركب طبعا، دعواتكم الكل بيدعي لك اكيد ابو حميد، ان شاء الله ركبت اهو. فكده اللي حاب ان انا اقول لحضراتكم ايه، الخلاط ده لو مش مقاسه سنتر في السنترك على نفس مقاس الخلاط مش هيركب معايا بايد واحده. حضراتكم بصوا كده، الصامولة بتمشي معايا بكل سلاسه بكل ارتاحيه بايدي. طب الصامولة الثانيه عم احمد اهي بتمشي اهي معايا، هي فرد السخنه. طب نكرر ثاني، البارد اهي بتمشي اهي، وهي السخنه بتمشي اهي. ليه بتمشي كده؟ بص حضرتك، شفت الحركه دي؟ شفت الحركه دي؟ حركاتك تكاتك يا ابو ضيفي. طبعا حضراتكم الحركه دي معناها ان الخلاط ده راكب بارتياحيه. شوف حضرتك لما انت تكون قاعد في الصالون كده على الانتريه ولا في العربيه او في كرسي الطائره حضرتك او مثلا ايا كان ما شابه، فانت لما تكون قاعد واخد راحتك فبتبقى مستريح، تمام؟ اما لو انا ركبت الخلاط ده شحط هيبقى عمره افتراضي بتاع الخلاط ده هيبقى ممكن هيشلخ، وهيبقى عمره افتراضي قصير، دي حاجه. اثنين، هيجيب معاك ميه وهتبقى معاك مشاكل، وممكن الخلاط ده ياخد معاك ساعه اثنين ثلاثه ما يركبش، ممكن ياخد نص يوم تبقى مشكله، وممكن توصل ان انت تكسر كمان في السيراميك. يبقى انا اعرف ليه بنكسر في السيراميك، لانه التاسيس بتاعك ما بيكونش دقيق وهندسي. طيب لما يكون شغلك مظبوط وتعبت شغلك في التاسيس وظبطت شغلك اللي هنا الكعان السن اللي هي المخارج اللي هي زي دي، وخدت مقاساتك واشرابك عشان الخلاط ما يبقاش واطي على الرخامه، وفي نفس الوقت يديك نفس مقاس الخلاط عشان يركب كل الانسيابيه اللي انتم شايفينها دي حضراتكم بايد واحده كده، وعمر الافتراضي بتاع الخلاط اطول، يبقى انت اكيد تعبت في التأسيس والتزن بالمقاسات بتاعت يعني الكتاب زي ما بيقول خواجه 16 مثلا يبقى هم 16، 15 ونص يبقى هم 15 ونص، زي كده بيلعب من 15 لغايه 16 بين المقاسين دول عشان يركب معاك الخلاط مستريح. طيب انا ركبت كده الخلاط، محتاج ان انا اربطه. يا عم احمد هربطه ازاي؟ هربطه بانهي مفتاح؟ كل المفاتيح تربط، ولكن المفتاح الفرنساوي ده اللي هو الاملس، ايه الميزه اللي فيه؟ بصوا كده حضراتكم، المفتاح بيربط معايا اهو،
اهو بيربط. لما بيربط يا عم احمد ايه اللي عاوز يقول لنا؟ المفتاح كده بيربط معايا او بيحل المفتاح ده عشان هو املس حضرتك، ما بيأثرش على الصاموله هنا ولا على الطلاء بتاع الصاموله، فبيبقى شكلها لامع جميل مع شكل الخلاط، ما تأثرتش. انا اي مثلا او ست البيت ايا كان الشخص بينظف مثلا وبيلمع الشغل ده لانه بيحصل له املاح وكده، ايدك هنا ما تتأثرش بسبب الخشونه او الخرشفه اللي حصلت هنا. لكن انا وضعت المفتاح الثاني الغراب ده حضراتكم شايفين السن بتاعه، السن بتاعه خشن من هنا وخشن من هنا، ده ليه حاجات معينه. لو انا ربطت بيه هنا كده حضراتكم هيربط معايا، بس كده مع الضمه هنا هيأثر هنا وهيبهدل معايا الشكل وهيعمل معايا رايش ممكن يبهدلني بعدين. طيب خلاص كده، ايه في تاني يا عم احمد؟ كمان الوش بتاعي اللي هو الطابق ده حضراتكم، الطابق ده مفترض ان هو يركب نفس الشكل ده كده قافل على السيراميك، ما بيروحش يجي، ما يبقاش حر الحركه، يبقى محكم الغلط. يبقى ليه؟ عشان انا اخد المقاس بتاعي مظبوط. لكن في بعض الاحيان بلاقي الطابق ده كده بيروح حر، بقى بيروح شمال وبيروح يمين معاك، يعني لو شويه هواء بتطيره، فكده ده ما ينفعش. تمام، عرفنا عمليه الربط وعرفنا عمليه الحل. طب اثناء ما انا بربط بعمل ايه؟ ازاي بشد في يمه واحده يا عم احمد؟ لا عشان دي فكايه كنت نسيتها، بشد من هنا كده اهو، وبشد كمان اقصادها في الصاموله الثانيه، يبقى باخد سنه يمين وسنه شمال. ما ينفعش اربط من يمه واحده سواء في البارد او في السخن بالطريقه اللي انا عملتها دي، لانه كده هتاثر، هيلم معاك في جنب واحد، هتاثر على الخلاط وممكن يقطم معاك، وفي الغالب هيجيب معاك ميه. يبقى انا بفك في الناحيتين، بربط نفس التكرار برضو حضراتكم، بفك من هنا واحل من هنا في الناحيتين. يعني كده انا حليت مثلا الخلاط بتاعي، بحاول ان انا احل الخلاط على اساس ان انا اركب مثلا ايه. عاوز اوري حضراتكم برضو حاجه، معلش. لما انا اجي اركب كده، قبل ما اركب الطابق ده بتاعي، الطابق ده الفرش بتاعي ده قبل ما اركبه، ان انا بقطب حلو بالاسمنت الابيض عشان اي ميه هتيجي من الغسيل او من الخلاط لو في تسريب ولا كده، تسريب يظهر لي من بره واحل المشكله بسرعه، وبيعمل لي خط اصفر هنا فبعرف ان في تسريب وابتدي ان انا اتعامل. لكن لو ما حطيتش شويه اسمنت البسيطه دي برضو، كنا فردنا لها فيديو، فاللي ما شافش يرجع القناه او البث. فانا طبعا بعد ما بظبط الكرنك بتاعي ده كده على مقاس الخلاط، الخطوه الثانيه ان انا بركب الطابق ده بتاعي كده من هنا، ركبته خلاص يدخل معايا للاخر. بعد كده ببتدي طبعا هكمل تركيب، ببتدي ارجعه لغايه ما هو يوصل يقفل معايا على وش السيراميك زي ما شايفين كده حضراتكم، ما بيبقاش حر الحركه. بص حضراتكم ما بيتحركش اهو خلاص كده. ويبتدي بقى ان انا خلاص هركب الخلاط بتاعي وكده اربط. ويا ريت كده اكون فدت حضراتكم، واسف على الاطاله بس انا حبيت افيد حضراتكم. ان شاء الله تدعمونا بلايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.